شال فلسطين وعالم السعودية الحرب بنفس السلاح، فكرة طلبنا تنفيذها في كل المجالات. دايما بستغرب فكرة ان يبقى قصادك حد بيضربك مثلا بالطوب وانت قصادك نفس الطوبة بس بتحدفه بتراب. فكرة محاربة الفكرة بنفس ذات الفكرة، بيعملوا صفحات تغيب الوعي، نعمل احنا صفحات تزيد الوعي، بيعمل افلام ومسلسلات تنشر رموزهم، نعمل احنا اعمال فنية تحارب افكارهم. في فترة من الفترات وقت ما كان المخرج نادر صلاح الدين هو اللي بيخرج مسرحيات مسرح مصر، كان بيستخدم فيها نفس الفكرة انه يربط رموز الدجال زي 3 ستات ويربطها بالجماعات الارهابية، وكل ده في قالب كوميدي سهل الناس تفهمه. محاربة الفن بالفن. من كام شهر كان في عرض ازياء عملوه ولاد الافاعي، وكان التصميم قايم على فكرة عارضات الازياء العرايا والمناطق الحساسة في جسمهم يكون مغطيها قماش عبارة عن علم السعودية وعليه لفظ الشهادتين. هو هنا استخدم مجال تصميم الازياء في اهانتك وتوصيل فكرة معينة ضدك، فلو انت رديت عليه بالشتيمة او بالكتابة على الفيسبوك مش هيكون الرد متساوي. الرد المتساوي اعتقد انه جاي بنفس الفكرة من خلال مصمم الازياء محمد نور اللي عمل عرض ازياء بي اس كله قايم على الشال الفلسطيني. هما بيحاربوا اي فكرة تخدم الموضوع ده، بيقفلوا صفحات ويكمموا افواه. فكان من الذكاء ان يتعمل عرض ازياء عمل ابداعي يقوم في الاساس على حاجة مرتبطة بالقضية نفسها، وبالتالي هتتنشر ومحدش هيقدر يمنعها. حبيت فكرة استخدام كل مجال في دعم شيء معين او الرد على استهداف من نفس المجال، كده التأثير يكون متساوي بل الكفة تميل لينا احنا اكتر.